السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي هجمة مرتدة، أهلا وسهلا بحضراتكم. موعدنا اليوم مع نشرة أخبار جديدة لقناتكم قناة هجمة مرتدة. قبل ما نبدأ أخبارنا بنحب ننوه لحضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بداية أخبارنا بخناقة في تدريبات نادي الزمالك. نشبت خناقة ما بين إمام عاشور ومحمود عبد العزيز. سبب الخناقة وعد من باتريس كالديرون لإمام عاشور قبل الذهاب إلى الأولمبيات بأنه هو ياخد مكان أساسي حال رحيل فرجاني ساسي. فرجاني ساسي رحل، إمام عاشور وجد نفسه مش في التشكيلة الأساسية في التمرينة، مش محطوط في التشكيلة الأساسية. معروف المدير الفني بيقسم الفرقتين، فريق أساسي والفريق الاحتياطي. إمام عاشور كان خارج التشكيلة الأساسية. إمام عاشور كرة مشتركة مع محمود عبد العزيز، تدخل قوي مما أدى إلى خناقة اللاعبين. قام كالدرون بطرد إمام عاشور. إمام عاشور رفض الخروج من أرضية الملعب، وقف في صفه أسامة نبيه وشيكابالا، رفضوا خروج إمام عاشور. نشبت خناقة ما بينهم، حصل خناقة ما بين إمام عاشور وباتريس كالدرون ومحمود عبد العزيز، خناقة بالأيدي. منظر ما ينفعش، سلوك ما ينفعش من الفريق كبير زي نادي الزمالك. لكن دي كل الخناقة اللي حصلت في نادي الزمالك. وبعد التمرين مباشرة إمام عاشور نزل الصورة دي على صفحته الشخصية. كل التوفيق إن شاء الله والهدوء يسود نادي الزمالك مرة أخرى. نتمنى ما يحصلش كده في أندية كبيرة زي الأهلي والزمالك، لكن إن شاء الله الدوري في الجزيرة، وبالتوفيق للنادي الأهلي وحصد بطولة الدوري إن شاء الله. كالدرون يرفض عودة حمد النقاس بعد هروبه من نادي الزمالك. كالدرون في حيرة من أمره، يفاضل ما بين حمزة المسلوسي وحازم إمام لقيادة الجبهة اليمنى أمام الاتحاد السكندري غدا. حسام حسن بعد التشكيك في محمد صبحي، حسام حسن لدي ثقة كبيرة في محمد صبحي وسوف يحرس مرمى الاتحاد أمام الزمالك غدا إن شاء الله. المباراة غدا الساعة 7 مساء على استاد الأسكندرية. كل التوفيق للفرقتين بتقديم كرة جيدة. فرقتين زعيم الثغر فريق كبير، نادي الزمالك فريق كبير، والنادي الاهلي بدا تدريباته النهارده وهيدخل معسكر مغلق لمباراه الاسماعيلي يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. وفي الختام بحب انوه لحضراتكم بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.